رضا شعراء رئيس أوبن تونيزيا. الخدمة زالت ما تعرف توا هدية بداية، والكورونا ما زاد عملت معناها انكو داريل بالنسبة للتبادل التجاري مع دول الكوميزا. بحول الله توا هذه نقطة الانطلاق بديناها احنا من شهر جانفي 21، لقينا تجاوب كبير من باقي الدول الإفريقية. اليوم توا تحضروا معنا إن شاء الله، فما ثلاثة دول إفريقية ديجا باش تكون عندهم مداخلة مباشرة، اللي هما بوركينا فازو، اللي هما كونغو برازافيل، واللي والغينيا بيسا. الأفاق كبيرة، هما معناها أبدوا حماسة كبيرة باش يتعاملوا مع تونس. احنا من جهتنا كمنظمة النقابية للأعراف عندنا زادة طموحات كبيرة باش نتعاملوا مع بعضها، باش نحلوا أفاق جديدة معهم. سوق واعدة برشا، معناها سي دول معناها محتاجة باش تتبنى من الصفر. فما مجالات كبيرة للاقتصاد التونسي ورجال الأعمال التونسيين اللي يحبوا يطوروا التبادل التجاري مع الدول هذه، والفرصة سانحة والفرصة محلولة، وهما مستعدين باش يتعاملوا معنا في المجالات الكل، ويحبوا تونس وأبدوا استعدادهم باش تكون معناها الأولوية للدولة التونسية ورجال الأعمال التونسيين في التبادلات التجارية مع بلدان. احنا طموحنا في أوبن تونيزيا باش تكون عنا اتفاقيات مع الـ 53 دولة الباقية خلاف تونس نتاع الدول الإفريقية. في شهر جام في برك توا باش يكون عنا ثلاثة اتفاقيات إن شاء الله، نهار الأربعاء الجاية نهار يوافق يظهر لي 13 باش تكون عنا توقيع شراكة مع بوركينا فازو. بعدين عنا زادة شراكة مع الكونغو برازافيل، وما بين 21 و 28 باش يجي وفد من غينيا بيساو، وباش يعدوا اسبوع هوني باش فيها برنامج كبير باش يزوروا بعض المؤسسات، وباش يوقع كذلك توقيع اتفاقيه شراكه مع غينيا بيساو. شوف انجز حر الموعد، قلنا باش تكون الانطلاقه نتاعنا من اول اسبوع نتاع جانفي، وهاكم تشوفوا هدايا توا ان شاء الله اول برنامج بدينا بيه 2021، وان شاء الله الشاهيه باش تتحل وتخلط معناها دوترز ايفينمون من هنا لاخر 21 ان شاء الله.